السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال حبيباتي. بالنسبه للفيديو اليوم جبت لكم اخر مكان في جلبه المغربيه، فكما كتشوفوا معايا هنايا معايا جلبه مخزنيه مخدومه برا مرمى بالعقيق، فكما كتشوفوا معايا هنايا كتجي رائعه جدا. وهاد الجلبه هادي فهي دو بياس، فكما كتشوفوا معايا مخدومه بالعقيدات من الفوق حتى الاسفل. وهنا كاين معنا في الصوره، هنا كتقربنا اكثر الجلابه كيفاش مخدومه. فكما كتشوفوا معايا هنايا الطريزه كيفاش مخدومه هنايا، شوفوا معايا هنايا السفيفه كذلك، شوفوا الالوان، كاين هنا واحد الميلونج ديال الالوان اللي هي رائعه جدا. فهاد التوب هذا كريب روزا بالسقلي، شوفوا معايا هنا القفطان ديال القميص ديال الجلابه كيجي رائع. فهادي بالنسبه للسيدات اللي العريس ديالنا، فكنتمنى يا ربي تسهل على كل وحده وتيسر امورها يا ربي وتفرح الجميع يا ربي. فهنا الصوره كتقربكم اكثر للطرزه كيفاش مخدومه، فهنا خدمه المعلم حاضره عندنا معنا هنا في هذا الفيديو هذا. فكما كتشوفوا معايا الطرزه كتجي رائعه جدا والالوان رائعه، كان واحد الميلونج ديال الالوان اللي هي زوينه بزاف بزاف. وهذا الموديل هدف كما كتشوفوا معايا هنا، عندنا هنايا جلابه مخدومه بالطريزات وبالعقيق، مخدومه بالتنبات وبالطرز. وهنا كما كتشوفوا معايا راه في صاله مخزنيه، شوفوا واحد الميلونج ديال الالوان اللي هو رائع كذلك. وهاد الجلابه هذه كذلك فهي رائعه جدا. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراكات. فكنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو يا ربي. وهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا كان هنا واحد الميلونج ديال الالوان اللي هي رائعه جدا. وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم اللون الاسود والتنبات، فهنا كما كتشوفوا معايا الطريزه كيفاش كتجي هنايا بالتنبات رائعه، هنايا في الستر وفي الكميمات وفي صاله مخزنيه. والصفيفه حتى هي كذلك بالسقلي كي كتجي في جلابة هنايا رائعة جدا. وهذا الموديل هذا بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا الطرز، فهنا الطرز هنايا عندنا في الكميمات وفي صالة مخزنية. شوفوا هنايا الصورة كتقربكم اكثر لهذا الموديل. وهنا بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا التنبات، شوفوا هنا واحد الميلونج ديال الالوان رائع جدا رائع. وهنا بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم الطرز، فهنا الصورة كتقربكم اكثر للطرز كيفاش مخدوم واللوينات كيفاش مخدومين، فهي رائعة صراحة. وحنا باقين مازال مع الطرز هنايا في الطريزات في الاكتفات كيفاش جا واحد الطرز مختلف جدا، وطريزات خفيفة ولكن غزالة ما شاء الله في الجلبة. كما كتشوفوا معايا هاد اللوين رائع. وهاد الجلبة هادي بالمخدومة بخدمة المعلم مع تنبات ديال الحجيرات، كي كتشوفوا معايا هنايا نص طوق كيفاش مخدوم وفوق الكتف، وشوفوا معايا هنا اليدين كيفاش مخدومين صراحة رائعة جدا. فكنتمنى يعجبكم الفيديو يا ربي. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا جلابه دو بياس، شوفوا معايا هذه الجلابه كيفاش جات رائعه، اللوينات فهي غزاله ما شاء الله. شوفوا هنايا رائعه جدا، شوفوا هذه الفصاله الجديده اللي كاينه دابا الكمام واسعه شويه. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز المسوس، فهنا جا في الكميمات بطريقه رائعه وعقيدات نص طوق. شوفوا معايا اللوينات فهي غزاله. عندنا هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، وهذا اللون هذا اللي هو انيق، وشوفوا معايا اللون الاخضر اللي مخدومه به هذه الجلابه رائعه. وهذا موديل اخر من هنايا مخدومه بالمرمى بصفيفه مرمى. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز عفوا. شوف كما كتشوفوا معايا هنا الطريزات في الكميمات وفوق الكتف،
وهذا اللون هذا غزال ما شاء الله، رائع وانيق جدا للسيدات الانيقات. فكيبقى عندنا هنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، فهي رائعه. كما كتشوفوه معايا هنايا الفيديو كيقربكم اكثر للصوره كيفاش ملبوسه. وهذا الموديل هذا كذلك كيجيب الطرز في الكمام وعقيدات نص طوق. شوفوا معايا اللوينات باش مخدوم هذا اللون هذا، كان هنا واحد الميلونج اللي هو رائع. وكيبقى عندنا هنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. هنا الصوره كتقربكم اكثر الخدمه ديال الطرز كيفاش مخدومه. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم الطرز مع العقيق في نفس الوقت، فهو كذلك رائع. واحد الميلونج ديال الالوان جافه جلبه هذه، رائع صراحه رائع. شوفوا معايا هنايا كان عندنا هنايا الراندا مخدومه من الفوق حتى الاسفل بالراندا غورميت. شوفوا الالوان ديالها رائعه جدا، شوفوا الكميمات كيفاش مخدومين حتى هما كذلك رائعين. هنايا عندنا الطريسات في القم وفي اليدين هنايا كي كتشوفوا معايا في الصوره كتقربكم اكثر الجلابه كيفاش مخدومه، غزاله ما شاء الله غزاله. فهنايا كيقربنا الفيديو اكثر اللوينات اللي نقدروا نخدموا بهم اللوينات اخرين وشنو ندخلوا معاهم. وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا التنبات شوفوا معايا الطريزه هذه، فهي رائعه وانيقه جدا. وهذه كذلك بالنسبه للسيدات اللي كيعجبوهم جليبات دو بياس، فكما كتشوفوا معايا هنايا جات انيقه. وهذه كذلك بالنسبه للسيدات اللي بغاو دو بياس. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز في الكميمات وفي الجناب، فكما كتشوفوا معايا هذا اللون هذا انيق ومعنا هنا عقيدات نص طوق كي كتجي هنا الفصله رائعه. وهنا اللوينات رائعه كذلك، كما كتشوفوا معايا هنا الطريزه كيفاش مخدومه في اليد في اليدين وفي الجناب ديال الجلابه. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز، فكما كتشوفوا معايا هنا كيجينا هنايا العقيدات نص طوق والطريزات في طريزه في الصدر. كما كتشوفوا معايا كتجي سامبل وانيقه، هي رائعه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراكات.